قصف عنيف من قبل الطائرات الأسدية على ريف اللاذقية جبل أكراد. هذه الهدنة التي يطالب فيها الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي، حيث قامت الطائرات بقطع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى سلف وعكو وكنسبة والعيدو ووادي باصور من أجل قطع الطعام والغذاء عن أهالي القرية. هذه هي إصلاحات بشار الأسد، حتى الكهرباء. الله أكبر. 26/10/2012. الله أكبر عليك يا بشار الأسد. الله أكبر عليك يا بشار الأسد. ريف اللاذقية جبل الأكرام. الله أكبر. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر.